يا صباح الخير، بداية يوم جديد عم نبدأ معكم وما فينا نقول غير يعني كل الخير لكل الناس أكيد. إن شاء الله يا رب تكون هاي الحرائق بردوا وسلاما على بلدنا سوريا. يوم أمل عم نبدأ جديد، ولكن القادم أجمل. الإيمان بهاي الفكرة وحده كفيل بأنه يخلينا أقوى، ويمكن يكون وسيلة المواجهة الأفضل للظروف الصعبة يلي عم نعيشها. يسعد لي صباحك يا ولد. صباح خير يا نور، وفعلا مثل ما ذكرتي يا نور، بعد ما نصبح على المشاهدين منقول بهيك ظروف ما لنا غير الأمل برب العالمين، أو نعمل شيء على أرض الواقع، مو بس ننظر على الفيسبوك أو ننظر بيننا وبين حالنا. اللي قادر يعمل شيء يعمله، اللي ما قادر يعمل شيء خليه قدر الإمكان ما ينشر الطاقة السلبية. الناس اليوم تعبانة نفسيا، تعبانة جسديا، وتعبانة على بلدنا الحبيبة سوريا يلي عم تحترق قدام عيوننا ببعض المناطق، وعم ندعي لها وندعي لأهل الطيبين يا رب الله يكون معنا ومعهم. أمين. على قدر صعوبة هالأيام يلي عم نعيشها، على قدر ما لازم نآمن بقوة سوريا يلي كانت عبر التاريخ ورح تبقى وطن الحياة والأمل للجميع. صباحنا معكم بلش بثقة وأمل بالله، فإن شاء الله يا رب هالثقة ما بتروح. خليكم معنا. عجلة الحياة بكل يوم عم تمشي، ما فينا غير ننزل على شغلنا ونقوم بكل الواجبات الحياتية اللي لازم نعملها، والإيمان برب العالمين كبير على أمل يخفف على بلدنا سوريا كل المصائب يلي عم تحل عليها. نصبح على الشيف حسن ونشوف شو محضر طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. صباح الخير يا شيف. يسعد صباحك ورد. بيقولوا بدراسات نفسية إنه في حالة الحروب والتوتر والأزمات ثلاث شغلات ممكن تريح الشخص اللي تحت الستريس أو الضغط. إما يسمع موسيقى هادية، ينعزل عن الواقع، يعني ينسلخ شوي عن الواقع، أو يدخل لعالم المطبخ لأنه بيتذكر الأيام الحلوة، أو حتى كمان يستشير أخصائيين نفسيين. فهلأ أنت خدنا لعالمك، شو محضر اليوم؟ نحن اليوم محضرين كوسة بلبن، أو هي بالأكل بالشامي بيسموها شيخ المحشي. شيخ المحشي كوسة بلبن. يا سلام، اليوم أكلتنا لذيذة. إن شاء الله يا رب تكون صفر كل السوريين عامرة، وكل اللي عم يتابعونا يقدروا يعملوا هيك أكلات، ونتمنى لهم يا رب كل هيك الخير والبركة. شكرا كتير لك شيف. آمين يا رب. يسلم إيديك يا شيف. زمن العمالقة صح يمكن اختفى، ولكن ما زال باقي بالإرث اللي حكينا عنه، مثل العملاق وديع الصافي ومثل العمالقة السوريين والعرب التانيين. رح نروح عند الشيف حسن أبو السرور ليبلش طبق اليوم. تفضل يا شيف. تفضل. شكراً يا شيف. شكرا نور. يسعد صباحكم عن جديد. نحن اليوم عم نساوي كوسة بلبن أو شيخ المحشي، قدام منه رز بالشعيرية. هنبلش نقول المقادير أول شيء مع بعض. عنا كيلين كوسة، أنا حفرتهم بالشكل هاد هيك بهالحجم، هاد احنا حنساويهم. وعندنا بالنسبه لللبن عندنا بيضه، عندنا 3 كيلو لبن اول شيء، تمام. عندنا بدنا نحط دفلهم بيضه، بدنا نضيف لهم 3 معالق نشا وملح بالاخير. وعندنا بالنسبه للحشوه عندنا لحمه، حوالي شيء نص كيلو لحمه مفرومه، وبدنا نحط لهم بهارات بملح وفلفل. وبالنسبه للرز عندنا 3 كاسات رز، عندنا ممكن يستخدم الرز العادي القصير، ممكن يستخدم الرز الطويل. عندنا شعيرية، حوالي كاسة شعيرية. عندنا بالنسبة هنستخدم زيت نباتي، بالنسبة كان للقلي هنستخدم زيت نباتي، وحنستخدم كمان للرز وشوية للحمة. وعندنا سمنة وكمان زيت، بدنا نحسب التقلاية فيها، ممكن نضيف التقلاية، ممكن تنحط فيها طرخون وتوم ومكسرات، أي على الهوى رغبة ست البيت دايما. هلا هنبلش نحن، انا محمي الزيت، هنبلش بتقلايه الكوسه. هنبلش ننزل الكوسه، طبعا بنتاكد انه ما فيها شيء من جواتها من الحشي. هلا نحن مشان هدول اذا كان في اي شيء جواتها مشان ما يحرق الزيت، لانه بتستوى بتحرق الزيت قبل ما تستوى الكوسه. نحن الكوسة حنساويها تقريبا نص استواء، هاي الشكل هاد ننزلهم. نتأكد نبدأهم ليبردوا كمان عشان نقدر نحشيهم.
هلا بنشغل الطنجره الثانيه بس مشان نساوي اللحمه، نقلي اللحمه فيها. شايفين احيانا بيطلع فيها شويه نتر من الحشي من الحفر، نحن هدول ما بدنا اياهم مشان ما يحرق الزيت مثل ما قلنا. هلا بنحاول نقلبهم شوي. طبعا انا جهزت جاط مشان نحط فيه الكوسه المقليه، حطيت فيه ورق نشاف بسفره. هلا بالنسبه للحمه حنحط شويه زيت، وممكن اذا حابب رغبه ست البيت على ورق ست البيت شويه نص معلقه سمنه تعطيها زكاوي اكثر للحمه. هلا عم نقلي الزيت، بدنا نقليهم طبعا، نحن ما بدنا اياهم سواد، ما بدنا اياهم يكونوا لون اسود، انا بحبهم يكونوا لازم هن يكونوا لون اخضر، يضلوا خضر فات غامق مشان اللون بيطلع بالتقديم بيطلع احلى بكثير. هيك شايفين بلشت شوي تحمر الراس تبع الكوسايه. بدنا نحاول نقلبهم دايما على طول. هلا حنبلش نحط اللحمة، حمية الطنجرة عنا. هلا حنضيف لهم بس نحن للحمة شوية ملح، ما كترت ملح، وبدنا نحط لهم شوية فلفل أسود. ما بدها بهارات كثير هالاكله، لانه هي بطبيعه حالها انه هي كثير طيبه وما بدها اكثر من هيك. حاول نرجع لعند الكوسه بس نتاكد منهم، بس نحن لنشوف شلون لون الكوسه هي قبل ما نبلش نقيمهم. هلا هي الكوسه تمام تقريبا شبه استوت، بدها ثواني خلينا ماشي 30 ثانيه بس، اكثر من هيك ما بدها. طبعا رح نقليهم على دفعات الكوسه، مو كلياتهم بدفعه واحده. هلا هيك نبلش نضل نقليهم مثل قلبهم، نحن ما بدنا اياهم مشان ما يحترقوا او يغمق لونهم كثير، بدنا اياهم يكون لونهم فاتح مثل ما قلنا لونهم اخضر غامق وليس على سواد. طيب هلا نحن تقريبا هي شبه جاهزه، هلا هيك لونها صار ممتاز. هلا بنشوف شلون حنكمل قلي الكوسه وحنكمل قلي اللحمه، وبنشوف طبيعي شلون حنحشيهم ونساوي الرز مع بعض بالاخير بالفقره الثانيه. هلا بنرجع لعند ورد ونور وبنكمل باقي الفقرات. سلم ايدك يا شيف، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير يا شيف. وبيسالونا بس نخلص حلقه ليش ريحتكم قليل؟ ليش طالع ريحه قليل؟ فالشيف حسن الله يعطيه العافيه يعني عم يطبخ بقلبه رب، طبخه حقيقيه. شكرا كثير لك شيف. شكرا. مشاهدينا، مساعدة الزوج بأعمال المنزل لزوجته ميزة أم واجب؟ تعاون وإيمان بالمشاركة أم انتقاص من رجولته ومملكته السيد مثل ما بيقولوا؟ عناوين عريضة وأسئلة عديدة وجدلية بهالموضوع رح تكون محور نقاشنا ضمن الفقرة الاجتماعية مع ضيفتنا الدكتورة نور الحسن، ورح نكون بالتخصص بعلم النفس من ضمن اختصاصها لما نسأل عن هالماورائيات لما الرجل بيشتغل بأعمال المنزل، واللي هي ما صارت فقط للدعابة، لا صارت أمر واجب بوقتنا الحالي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم بهذا الوقت، وخاصة بعد ما بيصير الزواج بين الشخصين. هل نظرة المجتمع
ممكن تأثر على هذا الشخص أو على هذا الرجل يلي ممكن يساعد زوجته ضمن المنزل؟ هل تعتبرها انتقاص من رجولته أو هو تابع لزوجته؟ وخاصة بالمحيط اللي فيه اللي ممكن والدته اللي ممكن رفقاته أو ممكن يساعدها بس لا تحكي قدام هدول الأشخاص. تمام، فعلا عم نحكي عن موضوع كتير مهم بهذا الوقت وبهذا الزمن اللي نحن عايشين فيه. صار فيه نوع من التطور المعرفي الموجود عند المرأة، وإن كان بدخولها لمجال العمل حتى لمساندة الرجل بالحياة ومصاعب الحياة، بالإضافة لوجود الرجل كسند ومساعد ومساند للمرأة بالمنزل. فهون لما بنحكي بهاي الطريقة نحن كمان عم نحكي عن دور اجتماعي، وهذا الدور الاجتماعي اللي نحن موجودين فيه ومنمط من قبل الأسرة ومن قبل التنشئة الأسرية والتربية والعادات والتقاليد والبيئة والمجتمع، كلياتهم بيلعبوا بهذا الدور. فنحن كدور لما بنميز بين المرأة والرجل من ناحية الجنس، فنحن معروف من الناحية البيولوجية الأنثى والذكر كيف بيتميزوا عن بعض، أما من ناحية النوع الاجتماعي أو الدور الاجتماعي اللي هو منمط وموجود كمكون معرفي من قبل البيئة ومن قبل المجتمع والعادات والتقاليد والتنشئة الاجتماعية موجود بهذا الدور. فلما بقول دور اجتماعي للمرأة فدغري بيقولوا إنه تربية أطفال، مطبخ، تنظيف إلى آخره، بيت، تربية حقوق الزوج. لما بنقول الرجل إنه هو العمل خارج المنزل، لكن نحن صرنا بوقت وبزمن من الضروري إنه يكون في تعاون من قبل الرجل للمرأة بهذا الوقت، وخاصة إنه صار في مشاركة الحياة الزوجية تشاركية من قبل بين المرأة والرجل ليكملوا حياتهم، ليأمنوا حياتهم، ليأمنوا أقل متطلبات الحياة. فمثل ما هي المرأة عم تشتغل وعم تأمن تساعد الرجل بمصروف المنزل، عم تشتغل برا وجوا البيت، برا وجوا، فمن الضروري إنه يكون في مساندة من قبل الرجل ليكون في ضمن المنزل. هلا هذا الشيء أكيد بينعكس إيجابيا على تربية الأطفال، بينعكس إيجابيا على العلاقة الزوجية بين الطرفين، لأنه هون الزوج بحس تماما بقد المرأة عم تتعب، والمشاركة بتربية الأطفال إن كان بتدريسهم أو بتربيتهم أو بتعليمهم بيلعب دور كتير كبير حتى بنمو شخصية الأطفال. صحيح، رح نحكي بنقاط مفصلة خلال الفقرة مع حضرتك. عفوا، بس أنا بدي أذكر شغلة وهي حقيقة ودراسات علمية. في عنا شيء بالمجتمع السوري أو المجتمع العربي إجمالا اسمه التنميط، ستيريوتايبينج منقوله، يعني رجل معناته أنت بتشتغل برا، ممنوع تمد إيدك على المطبخ، عيب تجلي كاسة بالمطبخ، معقول أنت توقف وتكوي قميصك اللي بدك تلبسه تاني يوم على الشغل وعندك زوجة بالبيت أو عندك أختك بالبيت أو والدتك؟ فأنا ما بعرف مين فهم كلا الطرفين أنثى أو رجل أنه أنت مهامك لازم ما تتعدي على مهام، ما لازم تكوني شوفير تاكسي مثلا كامرأة في سوريا أو في المجتمع الشرقي، وأنت كرجل ما لازم تكون توقف بالمطبخ تطبخ. يعني أنا كشخصيا كورد لما بوقف مع الشيف حسن ببعض الأحيان بيقولوا لي انه ما ملاقيه مثلا غلط انه انت توقف مع الشيف حسن وانت رجل، فليش في تنميط بمجتمعنا؟ تماما، هذا النمط او اللي عم نحكي كنا عنه من شوي انه هو النمط او الدور الاجتماعي اللي بيجي نتيجه البيئه وبيجي نتيجه التنشئه الاسريه والتربيه والعادات والتقاليد اللي نحن تربينا عليها، انه مثل الامراه او الانثى ما لازم تعلي صوتها، لازم دائما يكون صوتها واطي، الرجل طبيعي انه يعلي صوته. فهذا الدور اللي نحن مرسوم كمكون معرفي تربينا عليه من لما بيكون صغير. صعب كسره؟ انه هلا هي اكيد ما في شيء صعب، لانه هو عم يتغير نتيجه التنشئه، عم يتغير نتيجه تغيير البيئة وتغيير الوقت والتطور اللي عم بصير موجود عنا. فهون بترجع الأسرة هي قديش عم تعطي دور لأطفالها أنه هنن يكونوا مشاركين بأعمال المنزل. وهون ما عم تميز بين صبي وبنت، أنه أنا الصبي والبنت اثنيناتهم عم بيمدوا السفرة، فهون ما ميزت بين أنه لا بس البنت هي اللي عم تمد السفرة الصبي قاعد، لا، أنه لا، عم بيكون في تعاون وعدل ومساواة بين الصبي والبنت أو الذكر والأنثى بهذا الموضوع. هذا الشيء بيربى معه مع الكبر، أنه هو بيصير عم بيشارك زوجته بأعمال المنزل برحابة صدر بدون أي إجبار أو إرغام. ولكن إذا شاف الأولاد هذا الشيء اللي هو في تشاركية بين الأب والأم، يعني رح ينشأ الطفل على مبادئ صحيحة، على أخلاقيات، على تحمل مسؤولية حتى بس يكبر. ولكن إذا كان ما في تشاركية، ما في تقاسم بالواجبات، هون رح ينشأ الطفل ويتعود ويتنمر كمان، هو يتمرد على أخته بأنه أنت جيبي حطي الأكل أنا بضل قاعد، أنا هيك بابا بيعمل. طيب أنا كيف بدي أحاول أسس هذا الشيء بشكل صحيح؟ كيف لازم يتقاسموا الأب
والأم الواجبات ضمن المنزل لحتى ابني عائلة صحيحة وسليمة. تمام، نحن ما رح نقول إنه الأب هو بيعمل هيك والأم بتعمل هيك، يعني بالنهاية في كل عائلة إلى ظروفها وإلى حالة فردية مخصصة فيها. فنحن بس بنقول إنه من الضروري إنه يكونوا اثنيناتهم عم يتشاركوا بهذا الموضوع. فالولد أنت قد ما حكيتي معه هو ما حيقلد إذا ما شاف. فمن الضروري إنه نحن مع حكينا يكون في سلوكيات معينة وتصرفات معينة عم نعملها وعم نتصرف فيها قدام الأولاد. فهدول الأولاد بيشوفوا السلوكيات وبيتصرفوا بنفس هاي السلوكيات. لما بنطلب المشاركة بترتيب الغرفة أو بضب الأغراض اللي كنا عم نستخدمها، فهون الطفل عم يتحمل مسؤولية الأمور الشخصية اللي بتخصه، عم يتعلم المشاركة. لما بخلي الطفل هو الطفل بعمر معين هو عنده نوع من الأنانية وحب التملك لأغراضه، فأنا لما بدي أعلمه المشاركة بدمجه مع الأطفال الآخرين وبدمجه بنشاطات جماعية ليتعلم المشاركة ويتعلم حل. لأنه قد ما حكيت له عن المشاركة بدون ما يجربها ما رح تتكرس عنده، لأنه هو الطفل هو بتقمص شخصية الأب والأم. بنلاقي الطفل الصبي دائما هو عم بقلد أبوه بمشيته بقعدته بلبسه، والبنت كذلك الأمر هي بتلبس كندرت أمها أو تتصرف تصرفات مثل أمها. فهي الأشياء البسيطة اللي عم تتقلد من الأولاد الصغار، فإذا شافوا الأب عم بيساعد أمه أو الأم عم تساعد الأب بشيء هي مو كدور اجتماعي منمط بالمجتمع، فبيربوا هنن على أنه هذا الشيء طبيعي وعادي أنه هنن نساعد ويتشارك بهذا. تمام، في مشاركات كتير بتورد لصفحتنا على الفيسبوك أو على صفحاتنا الخاصة أيضا إنستغرام وفيسبوك. مثلا أم عمار عم تقول مثل شعبي بسوريا، ابنك على ما ربيتي وزوجك على ما عودتي. تمام، شو رأيك بهالمثل؟ يعني أنه في ناس بيقولوا من البداية لازم تعود الزوجة زوجة أنه أنت مالي، عفوا من هالكلمة بعتذر من كل السيدات والنساء، مالي خدامة عندك أنا، بيقولوها. وفي ناس بيقولوا انه انت لا تعودي زوجك انه انا جاهزه سمعا وطاعه. مزبوط تكون متمرده لنوع ما لحتى الزوج يتعلم يشيل مسؤوليته؟ هلا احنا ما بدنا نقول انه تكون هي متمرده، وما بدنا نقول انه هو يكون متمرد، بدنا نقول انه لازم يكون في مهارات تواصل صحيحه بين الطرفين لنقدر نوصل للثمره اللي نحن بدنا اياها. فلما بيكون عندي كامراه يكون عندها ادراك تماما للرجل وواجباته وحقوقه وقديش هو عم يتعب، ادراك للشيء هو عم يشتغله، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل عنده إدراك تماماً لمهام هاي الزوجة لحاله، بيكون في تقدير واحترام بهاي الموضوع، فبيكون في مشاركة بمحبة. أما لما بنجي كل شيء مفروض مرفوض، يعني أنا إذا بدي أفرض عليه شيء معين فهو حيكون مرفوض، مثل الواجب المدرسي يعني لازم تعوده بالتعويد بس بطريقة إيجابية، خلينا نقول بوسيلة بيكون في مهارات تواصل بتقدر توصل له هاي الفكرة من خلال الفعل وليس بس من خلال الحكي. فهون أنا بقدر أوصل له هاي الفكرة وبيقدر يساعدني بطريقة كتير إيجابية بدون ما أفرض عليه هذا الشيء فرض، لأنه كل شيء عم بفرضه بيكون مرفوض من قبل الزوج حتى من قبل الأطفال. لما بتقول له عندك هذا الواجب بدك تعمله بدك تحفظه، هو حيرفض هذا الموضوع أو حيلاقيه صعب. أما بيجي لحاله هو عم يشتغل هذا الموضوع بيلاقيه أسهل. كذلك الحياة الاجتماعية أو الحياة الزوجية أو المهام الموجودة بين الرجل والمرأة، كل ما كان في تواصل صح وإدراك للمهام بطريقة صح وإدراك للقدرات الموجودة عند كل الطرفين، فبيكون في تشاركية بالحياة بشكل أفضل. تماماً، والتنشئة الاجتماعية والبيئة المحيطة بتلعب دور كبير بإن كان بتحمل المسؤولية للرجل أو عدمها. هل مساعدة الزوج لزوجته أمر مختلف عليه فقط من وجهة نظر رجالية؟ وكيف بينظر الشارع السوري لهذا الموضوع؟ كاميرا صباح الخير رصدت آرائكم بهالاستطلاع، رح نشوفه سوا ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتورة. حضرتك متزوج؟ ايه نعم. بتساعد زوجتك بشغل البيت؟ ايه بساعدها، اكيد بساعدها اذا كان بحبها طبعا. وإذا والدته؟ طبعا بالعكس إياهم. حمل شغلة تقيلة أو تطلعين على السقيفة شغلة، يعني هيك شغلات عالية عليها. في كتير رجال بيساعدوا زوجاتهم، خاصة إذا مقدرين إنه هن زوجاتهم بيشتغلوا وبيتعبوا برات البيت وبيساعدوهم بمصروف البيت، فهن بيساعدوهم بيتعاونوا بشغل البيت. لا أبدا. وأكيد عندك أولاد؟ أي عندي. الله بيساعدوكي؟ أي بيساعدوني كلهم. حسب المرأة طبعا، أوقات بيكون وجع باله خلاص، بس بيساعدني بشكل عام أي بكل شيء. ماسح ومكنس ومنظف البيت وطالع من البيت. ما اسمي شو يعني، بس كنت تعبانة أو مريضة بيساعدني.
مسح تكنيس هيك شيء بس مو أكتر أبدا يعني بيعاونيني شوي بالطبخ يعني أتكبر. أكيد خاصة أنا يوم الجمعة الفطور علي والغدا علي والجلي وأحيانا الجلي وما عندي مشكلة بالعكس يعني أنا بفتخر بهذا الشيء. لا طبعا مو عيب طبعا عندك ما يساعدها أحيانا الرجال عنده مشاغل وهي فإذا بيقدر يوفق بين اثنين فبيكون ممتاز. هلا مو بكل شيء بكل شيء بس في شغلات كتير مبلا بشيل حمل عني فيها وهلا من فترة يعني عم بيصير في فترات بيقعد فيها لحاله هو بقى تعود تأقلم شوي. يعني أنا برجع لفكرتي متلازمة المثالية أمام الكاميرا هي دراسة كمان إعلامية إنه بس يكون الشخص قدام كاميرا بالشارع ما بعرف إذا بيحكي بمثالية زايدة عن اللزوم فبستغرب أنا وين المشاكل بمجتمعنا السوري إذا الكل عم يحكي بمثالية. هلا كنا عم نحكي مع حضرتك دكتورة تحت الهواء إنه في رجل بيستمتع بأداء الأعمال المنزلية يعني يوم الجمعة مثلا ذكرتي حضرتك هو اللي بده يعمل الفطور هو اللي بده يفقس الفأسة تبع الفتة مثلا ممنوع حدا يفوت على المطبخ. بالنقيض في زوجات بيرفضوا أزواجهم يشتغلوا بالبيت لأنه بدها ترجع تشتغل وراء مرة ومرتين وثلاثة. تمام. بوس إيدك لا تفوت على المطبخ أنت لأنه بس فتت قدامي تعزيل للمطبخ. كيف لازم يكون توزيع المهام؟ هلا بنرجع بنقول توزيع المهام بين الرجل والمرأة خليه يكون على الشيء بحبه هو وهي الشيء هي بتحبه يعني ما تفرض عليه كامرأة انه يقوم بشيء معين انه انت عليك الجلي او انت عليك المسح او شيء معين. هو شو بحب خليه هو يعمل هذا الشيء يعني اذا هو بحب فعلا يعمل الفطور يوم الجمعة خليه هو يعمل الفطور يوم الجمعة ونحن كل العائلة بنشارك بهذا الموضوع. فهي حتى هذه هي المشاركة بتعمل جو من المحبة والألفة بين افراد الأسرة بين بعضهم البعض. فتوزيع المهام خلينا نقول يكون مبني على كل أسرة هي وهنهم بين بعضهم شو بيحبوا شو المهام اللي بيحبوها. في كثير رجال بيحبوا انهم يكونوا تيابهم ما بيحبوا انه هنن يعني حتى اذا شو عندك كوي لأكوي لك. فهي القصة بترجع مهام بترجع فروق فردية بترجع فروق بالعائلة بين بعضهم البعض. فتوزيع المهام بيرجع لهي القصة. بتلاقي على سيرة الكوي عفوا يعني نور بتلاقي هو مثلا بيشتغل بمصبغة عم يكوي كوى برا بس جوا عيب يكوي بيشتغل مثلا شيف وبجوا ما بيطبخ. هلا عم نقطع الشيف حسن كثير اليوم بيطبخ جوا ولا لا؟ هلا بنسأله بعد شوي للشيف حسن انه بيطبخ بالبيت ولا لا ولا بيساعد زوجته ولا لا. فبتلاقيها غريبة انه بالبيت هو مملكته ما بيمد ايده على شيء امير بس انه برا معلش يشتغل كل شيء عادي. تمام. هلا نرجع هون للنمط الاجتماعي اللي سمح للرجل مثلا انه هو يشتغل كشيف وتقبله بس كمجتمع هو ما بيتقبل انه يكون انثى عم تعمل ميكانيسيان لانه كمان هي في عندها طاقه في عندها قدرات في عندها شيء بيولوجي بيسمح لها انها تشتغل بهذا العمل او ما بيسمح لها تشتغل بهذا العمل. مقبول انه نشوفه مثلا مثل ما قلنا الشيف هي لا مسموح انه نشوفه ميكانيسيان هي لا مسموح نشوفه شوفير تاكسي او باص او حتى شاحنات آليات ثقيله هي لا. بس هلا عم تظهر هي الظاهره وصار في سيدات هنن عم بيسوقوا الآليات الثقيله بصراحه بطرطوس او بالسويدة ظهرت هذا موجوده. فهذا الشيء دليل انه عم تنكسر هي القواعد. أوكي. وكل شيء نحن بنشوفه يعني اول شيء بيكون عام بتكسر هاي القاعده حيكون شاذ اول فتره بعدين راح يصير في تقبل لهيدي الفكره ويصير في تقبل من المجتمع لهذا الموضوع لانه ما شفنا منه شيء سلبي أو شيء ممنيح. طيب ليش الرجل بيخاف يقوم بهاي الواجبات قدام الأم والأخت؟ ليش ممكن وقت اللي يشوفه أم يعمل شيء بالبيت عندي ما كنت تشيل ما كنت تعمل ممكن تقول له أخته أنا كنت تخليني أكوي وشيل وحط وأعمل هلأ مع مرتك أنت عم تعمل هذا الشيء فبتطلع هاي الانتقادات إنه هو تابع لمرته مرته المسيطرة هاي البيئة الاجتماعية اللي ممكن حاكمته كمان بنفس الوقت. ليش بيخاف الرجل قدام أهله إنه يساعد زوجته ممكن يساعدها ممكن هو فعلا بيحبها وبيساعدها ولكن بالخفاء؟ بالخفاء لأنه نحن مثل ما قلنا بمجتمع هو بيرفض هاي النظرة لهذا الرجل لسه ما بينت تماما أنه نحن عادي أنه الرجل هو يشتغل بهذه الطريقة. بعدين هو كان ببيت أهله مثلا خلينا على نفس المثال اللي أنت كنت عم تحكي عليه ببيت أهله هو تعود أنه ما يشتغل شيء يعني إذا هو كان بده قيم الكاسة فأنه أمه لا خليك أنا بقيمة وأختك بتقيمة. بس هو لما صار ببيت زوجته وببيت العيلة تبعه هو عادي أنه يقيم الفنجان عادي أنه يطبخ عادي أنه يساعد ممكن
تأمل الضيافة كمان هي كملت بالمطبخ السيدة تماما. فهي المشاركة هنا عم تكون مرفوضة من قبل الأسرة لأنه هي نشأت ابنها أو ربت ابنها على شيء معين، وخاصة إذا كان هو طفل وحيد أو صبي وحيد ما أنه متعود على هيدي المدلل يعني. ما عنده هاي المشاركة، بعكس مثلا الأم، شوف العائلة اللي كل أطفالها ذكور بتلاقي إنه أولادها كلياتهم بيساعدوا الأم، إن كان بالجلي إن كان بالطبخ بالتعزيل بتلاقيهم معها إيد واحدة تمام، بعكس الطفل المدلل الوحيد هو أصلا مدلل، فكيف هو بده يشيل هاي الفكرة تماما. وهيك لازم دائما نشجع كل الأشخاص على هذا الموضوع، يعني هي مو انتقاص من قيمة الرجل ولو كان في وليست دونية وليست تقليل من احترامه، وإنما هي بتزيد من احترام هذا الرجل، وبترجع كلها للتنشئة أو التربية الأسرية، شو متعلمي بتعلم. طبعا نحيي كل السيدات اللي ممكن كل أطفال إن كان ذكور أو إناث إنه بيقوموا بمساعدتها وبيوقفوا جنبها وبيساندوها وبيعاونوها بكل أشغال المنزل إن كان ضمن المنزل أو خارجها. ختاما ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. شكرا لك دكتورة. شكرا. يسعد صباحكم عن جديد. وكأنه بوابة سحرية على ماضي عريق وحضارة عمر آلاف السنين، قصص كتيرة نسجت عن ارتباطه وبنائه بمعجزة نظرا لحجارته الضخمة وطرازه أكيد المعماري الفريد، حصن سليمان بطرطوس، وحكايات عنه بطعم التاريخ ضمن هذا التقرير التالي. معبد أثري عمره 4000 سنة شيد بأفضل الأساليب الطرق والمعدات الخاصة بفن العمارة القديمة، تميز بناؤه بالحجارة الكلسية الضخمة جدا وبالنقوشات النحتية المحفورة بدقة متناهية، لكن العوامل الطبيعية والبشرية أدت إلى تهدم جزء منه، ومع ذلك بقي ليومنا هذا من الرموز الأثرية الصامدة التي تحكي قصص التاريخ. حصن سليمان. حصن سليمان يقع في محافظة طرطوس منطقة صافيطة على بعد 30 كيلومتر من محافظة طرطوس، 20 كيلومتر من صافيطة، يقع في وادي جبلي بالقرب من جبل النبي صالح، منطقة جميلة جدا، غابات وديان وأنهار. هذا الموقع التاريخي المهم جدا يصل قديما كان الممر بين الداخل سوريا والساحل، ذو أهمية كبيرة كانت في العصور القديمة. تذكر الروايات التاريخية أن الآراميين هم الذين أنشأوا معبد حصن سليمان عندما استوطنوا المناطق الجبلية الحصينة، ثم جدده الرومان قبل أن تبنى فيه كنيسة في العهد البيزنطي. تسميات عدة أطلقت على الحصن في العصور القديمة وفق نصوص الكتابات اليونانية المكتشفة في الحرم الكبير للمعبد، مثل بيت خيخي أو سيسي نسبة للآلهة الرومانية. أما تسمية حصن سليمان المعروفة في الوقت الحالي فتنسب لحجارته الضخمة والقصص المنسوجة حولها، وإحداها أن جن النبي سليمان هم من بنوا هذا المعبد بعد نقل الأحجار الضخمة التي تزن أكثر من 70 طنا، وهذا الاعتقاد يبقى ضمن إطار التخيل والتخمين. معماريا المعبد يتألف من حرمين وثلاث معابد، الحرم الكبير والحرم الصغير. الحرم الكبير ذو اتجاه شرق شمال شرقي جنوب غربي، أما الحرم الصغير يتجه شمال إلى الجنوب، وهذه النقطة أساسية ومهمة، يعني لا زالت العمل مستمر الآن من خلال الآثاريين والمهتمين والباحثين لمعرفة هذه النقطة بالتحديد، لماذا هذا الاختلاف في
في التوجه. الحرم الكبير وهو مخصص عبادة إله زيوس كبير الآلهة، الرأي لأول وهلة يظن أنه بناء مستطيل، ولكنه غير ذلك تماما، أنه بناء أنه شبه منحرف مختلفة الأطوال، يحوي 4 بوابات. البوابة الأهم من الجهة الشمالية وهي البوابة الرئيسية للدخول إلى الحرم. المعبد تتألف من 3 ممرات. السور الشرقي هو الذي يحوي البوابة، البوابة الرئيسية يضم 3 ممرات. الممر الأساسي دعامتين، دعامتين يحويان ناحية محراب على شكل سطفي، ربما كانت مخصصة لوضع تماثيل وما شابه فيها. وتحوي هذه البوابات في السقفة يعني نقوش جميلة وكتابات، أيضا نجمة الصباح ونجمة المساء وتمثال الطائر المجنح. هذا في البوابة الشمالية. أما في البوابة الشرقية هناك تمثال لطفلين ممتلئين جسم إضافي إلى الشعاعين يصل بينهما، إضافي إلى نقوش وتماثيل كثيرة. في الوقت الراهن يحاول المختصون بعمليات الكشف الأثري تجديد السويات وترحيل الردميات من حصن سليمان لمحاولة إصلاح ما تهدم منه. وأثناء هذه الجهود عثر على 3 ليرات ذهبية من الفترة الفاطمية، وعلى أساور فضية ومجموعة من القطع النقدية البرونزية من الفترة الرومانية، ليبقى حصن سليمان بوابة ساحرة على حكايات الماضي. نحاول نغير جو شوي، ولكن بنرجع للواقع اللي عم نعيشه بسوريا. أيام صعبة عم يعيشها السوريين عموما على واقع أخبار الحرائق المندلعة بحمص، اللاذقية وطرطوس، بانتظار أخبار تكون جيدة إن شاء الله على صعيد إنقاذ المزيد من القرى والمحاصيل الزراعية. وطبعا عم يكون في جهود جبارة بهالإطار عم يبذلها رجال الإطفاء والدفاع المدني وأكيد الجيش العربي السوري، وإلهم كل التحية مننا من أسرة قناة سما الفضائية. صحيح، والأخبار يلي بدأت تجي من طرطوس عم تكون مبشرة على صعيد تقدم عمليات وجهود إخماد الحرائق. لنعرف أكثر آخر التطورات وكيف عم يكون الوضع على الأرض، بينضم لنا عبر الهاتف من طرطوس سيادة العقيد سمير شما، رئيس فوج إطفاء طرطوس. يسعد صباحك سيادة العقيد. يسعد صباحك مساكي. صباح الخير سيادة العقيد، الله يحميكم. آمين يا رب. وجهودكم كلها مباركة ومشكورة وتثمن غاليا بالفترة الأخيرة. بداية طمنونا عنكم وعن أهلنا بطرطوس، الله يحميكم مثل ما ذكرنا، ولكن الوضع بمحافظة طرطوس وين صار الحرائق، كيف تم السيطرة عليها، وهل تم إخمادها بشكل كامل؟ بداية حمى الله سوريا وقائد سوريا وشعب سوريا. آمين. أما بالنسبة إلى الحرائق التي حصلت في محافظة طرطوس فهي كامل بالكامل تحت السيطرة، وتم الانتهاء من جميع الحرائق منذ ليلة البارحة ليلا، وجميع المناطق الخطرة التي حدثت بها حرائق لا تزال فرق الأطفاء متواجدة في المواقع لمراقبة أي بؤرة نار قد تتجدد ليتم التعامل مع لمنع انتشار الحريق مرة أخرى. أما الحرائق بشكل عام في المحافظة تم الانتهاء منها بالكامل وهي قيد المراقبة. حضرتك ذكرت أنه تمت السيطرة على هي الحرائق وإخمادها، هل تم إخمادها بشكل كامل؟ هل فينا نقول أنه تم السيطرة عليها بشكل كامل ولكن في بعض الثغرات يلي ممكن لسه عم يقوم فوج الأطفاء بإخمادها؟ ممكن تتجدد، ممكن يصير تجدد بؤرة مثلا، هون موجود بؤرة كله مطفي، ولكن ممكن تكون بعد ساعات يشعل شيء بسيط بمكان فرق الأطفاء موجودة بيتم التعامل معه. أما حاليا لا يوجد لدينا أي حريق تماما، لأنه سيادة العقيد وصلت الحرائق لجبال طرطوس وفي ضياع كتير بالجبال هي وصلت لإلها، وكتير تضررت عالم وتضررت أراضيهم ورزقهم. نعم،
تمام، معناها زيادة العقيد انه الوضع يعني خلينا نقول 95% تحت السيطرة، ولكن نخشى من بؤر ترجع تتجدد وتستعر فيها النيران من جديد. ان شاء الله، ان شاء بالتأكيد مثل ما تفضلت وحكيت بالكاس تحت السيطرة ونخشى بعض التجدد، ولكن هو تحت المراقبة وتحت الأنظار. طيب. أما كيف تم أطفاء هذه الحرائق الكثيرة والمتعددة في كافة أرجاء المحافظة؟ طيب سيادة العقيد، نعم. بهالحالة بالوضع الراهن حاليا كتير قلق، نعم. كتير توجس، كتير خوف من الأهالي، في ناس نزحت من بيوتها، حملت حالها وطلعت من ريف اللاذقية، من ريف طرطوس، من ريف حمص وحماة، شو بتطلبوا من موقعكم بفوج إطفاء طرطوس؟ شو بتطلبوا من المواطنين يتعاونوا معكم؟ أخوتنا المواطنين بشكل عام بكامل الحرائق التي ذهبنا إليها كانت أخوتنا المواطنين هم النسق الثاني لرجال الأطفاء، يدهم مع يدنا، ولكن تعلم أن النار تأكل الأخضر واليابس، وهناك مخاوف من النار. ولاحظ أخوتنا المواطنين ولمسوا الجهد الكبير الذي بذل في حماية هذه المنازل كمرحلة أولى ليتم الانتقال إلى بؤر النار الحقيقية ليتم أخماضها. كان الهدف الأساسي من أخماض أي حريق في البداية هي حماية تلك المنازل وأرواح أخوتنا المواطنين حتى ما يتم عملية النزوح. أما الكل من حجم النار، من شكل النار، أخوتنا المواطنين هم بيعاونونا وبيساعدونا وكانوا إيد بإيد معنا، والحمد لله نحن يعني أبرارنا اقتصرت على الماديات الحمد لله. طبعا الحرائق كانت كبيرة، ورجال الإطفاء والدفاع المدني لهم كل التحية، بنوجه لهم تحية كبيرة بظل هذا التحدي الكبير يلي عم يواجهوه حاليا، كل الآمال معلقة عليهم، كيف وضعهم حاليا؟ الحمد لله رجال الإطفاء ورجال الدفاع المدني ومديرية الزراعة وكافة العناصر التي عملت معنا ومن أخوتنا المواطنين ومن أحباء القلب رجال الجيش العربي السوري الذين ساعدونا في إخماد الحريق جميعهم بخير. وفعلا كانت محافظة طرطوس عبارة عن خلية نحل كاملة متكاملة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات من اللحظة الأولى والتوجيه لإخماد من قبل السيد المحافظ ووضع كافة الإمكانيات في المحافظة لمنع انتشار أي حريق وحماية الأخوة المواطنين والمتابعة الدقيقة والمستمرة لحظة بلحظة من سيادة المحافظ وكل المعنيين بالمحافظة حتى تم الانتهاء من هذه الأعمال. التناغم والتنسيق العالي المستوى وسرعة الوصول إلى المناطق هي التي ساهمت في الحد من انتشار هذه الحرائق، ولكن كانت بعض العوامل هي عوامل مضادة إلى عمل رجال الإطفاء. وعورة المناطق مثلا بتشكل عائق كبير وتحدي كبير للعمل في مجال الإطفاء. سرعة الرياح المتواجدة أيضا كانت عامل مساعد كبير في انتشار الريح، ولكن الحمد لله وفقت مجموعات الأطفاء أو فرق الأطفاء أو كل من ساهم في إخماد هذه الحرائق، كنا موفقين الحمد لله، والحمد لله الآن تمام. الله يحميكم مرة تانية يعني بردا وسلاما علينا وعليكم وعلى كل سوريتنا الحبيبة. سيادة العقيد سمير شما، رئيس فوج الأطفاء بمحافظة طرطوس، كل التحية لكم والله يحميكم مرة تانية. آمين يا رب. الله يحمي البلد وقائد البلد. شكرا كثير لاطمئناننا أو جعلنا مطمئنين نوعا ما عن محافظة طرطوس، وإن شاء الله يا رب نسمع الأخبار الطيبة من اللاذقية ومن حمص ومن حماة وكل بقاع سوريا. بدنا نرجع مرة جديدة لعند الشيف حسن ونشوف وين وصل بطبق اليوم. تفضل يا شيف. تفضل يا شيف. شكرا نور. شكرا نور، يسعد صباحكم عن جديد. هلا حنبلش نحن بمساواة الرز. أول شيء هنحط شوية زيت، هنحط شوية سمنة، هنحط كمان هون سمنة نحن كرمال نقلي نساوي التقلاية. هلا نحط كمان رشة زيت خفيفة، هنبلش هلا نقلي الشعيرية، هنحرك الشعيرية مع السمنة والزيت، بدنا نقليهم لبين ما تتقلى السمنة مع الشعيرية وتذوب عنا
السمنة بالمقلاية الثانية مشان نساوي التقلاية اللي حنحطها على الوش. حنبلش بمساواة اللبن. حنستخدم طبعا ملت ما عندنا 3 كيلو لبن عندنا. حنحط بيضة على البارد نحن بدنا نشتغل فيهم طبعا. وانا هون دوبت تقريبا حوالي 3 معالق نشا مع نص كاسة مي. بس بدنا نحركهم شوي لانه النشا بيرسي بالتحت بالسفل. ونبلش نحركهم على البارد. الملح اخر شيء بنحطه. طبعا بدنا نحط النشا اللبن على النار لبين ما يغلي غلوه ويكمش. نشوفه طبعا شلون عم يساوي. هلا بنرجع لعند الشعيريه. بما تنقلها كلياتها. طبعا الرز ناقعه وغاسله وناقعه. حوالي نحن هون عم نساوي نحن حوالي 3 كاسات رز على هالكمية الموجودة عندنا مع الكوسة. لأنه قلنا عم نساوي كيلين كوسة. بدنا يتحمص الشعيرية مزبوط. حنحط شوية المكسرات نحمصهم أول شيء. هلا ما بلشت الشعيرية تاخذ لون. قلنا اياها طبعا لون الشعيرية تابع لست البيت. في ناس بيحبوها غامقة، في ناس بيحبوها فاتحة. هي على هوا رغبة ست البيت. طبعا عم نقلي المكسرات. هلا بدنا نضيف لهم باقي التقلاية. حنضيف الرز هلا. حركهم مع الشعيرية. حنضيف لهم ملح حوالي معلقة ملح. هلا هون بلشت تنقلها. حنضيف الثوم عليها. ومنضيف الطرخون. مجرد تقلاية بسيطة تكون جاهزة التقلاية عنا للوش. بكفيها هيك انه بدنا نسخنها مشان ما يحترقوا باقي المكونات كلياتها. هلا بنرجع للرز. نضيف المي. هلا المي حنغمره تقريبا حوالي فوق الاصبع تقريبا للرز. بنستنى يغلي تقريبا شي 3 دقائق او 4 دقائق وبعدين بنحطه على نار هاديه ليتهدى الرز. طبعا بنحاول دائما ما يكون في تكتلات الرز عشان كلياته يستوى بنفس الوقت. هلا بنغطي الرز ونتركه تقريبا حوالي شي 3 دقائق ليغلي. هلا نحن النار هون حنحط على النار. طبعا بدنا نحشي الكوسه. هلا طبعا اي ست بيت بتعرف شلون تحشي الكوسه. حنحشيها نحن لحمه. وهذا الوقت كلياته حنبلش نساوي وحده قدام منكم. هلا بدنا نستخدم الايد. هلا نحاول نحشيها.
طبعا في ناس ممكن تنقل الكوسة بعد الحشي، في ناس بيحشوها بيقلوها قبل على هوا رغبة ست البيت هاي كلياتها، بس أنا أفضل نضيم تنقلها قبل مشان تاخذ نكهة الزيت كلياتها. هلا هيك تقريبا انحشت الكوساي أول كوساي، وهلا فينا نرجع لعند ورد ونور ومنكمل باقي الفقرات بما كمل أنا الحشي، ونغلي اللبن على نار هادية شوي شوي ومع التحريك المستمر طبعا. يا سلام، شكرا يا شيف. في ناس بيحشوها رز كمان مع الأحمرز، ولكن رز قليل كتير. تماماً. خلوا اللحمة هي السائلة. تماماً. عم تقولي نور كانت قبل شوي إنه في ناس بيحشوها رز. أوكي. فأنا ما بعرف هاي المعلومة كانت إنه بيحشوها رز. في ناس أنا بعرف إنه بيحشوها البكوسة عشان نور قالت لي توفير اللحمة شوي صغيرة. أنا شفت بعض الأشخاص يعني ممكن يقوموا فيها وحضرتها على اليوتيوب، فما بعرف هي اللي بترجع لأي بلد أو لأي محافظة معينة ممكن هن بيتداولوها بالشيخ المحشي بهاي الطريقة. شكراً على كل حال يا شيف، يعطيك ألف عافية. شكراً كتير لك يا شيف. صور، أحداث، كلمات، أرقام وتواريخ عايشة بذاكرتنا وما ممكن ننساها لأنها مرتبطة بنقاط كانت مفصلية أثرت فينا وعطتنا خلاصة التجربة وخلتنا يمكن نغير بعض الأفكار النمطية الموجودة عنا. لهيك بهاشتاجنا لليوم يا نور سألنا الناس بالبوست اللي بلشوا يشوفوه على الشاشة شو التاريخ يلي مستحيل تنسوه أبداً وشو السبب. كمان كاميرا صباح الخير رصدت آراء الناس بالشارع السوري، خلونا نشوف شو خبرونا على السوشيال ميديا وأيضا على الكاميرا. شو هو التاريخ وما ممكن أنك تنسى؟ التاريخ اللي ما ممكن أنسى تاريخ ولادة أختي لأنه أغلى شيء بحياتي. 8/7. شو هو؟ 8 وقت عرسي، وقت عرسي تاريخ زواجي. وفاة أبي. أكثر شيء وقت ما درست بجامعة بليموس بلندن كان كتير حلو، خصوصا أنه أنا عربي سوري، فقدرت أنه أثبت أنه السوريين ممكن وين ما نحطوا صح لهم مجال وفرصة يكونوا كويسين. التاريخ اللي صار معي نجاح ابني بالتاسع. التاريخ اللي دخلت فيه على الجامعة لأنه حلم أهلي. 10/10. ليه؟ لأنه مسافرة فيه. 21/9 لأنه بهذا اليوم أخي سافر وقتها. وفاة جدي. تاريخ ما ممكن أنساه 2018، كنت جديد بصور فوتوغراف وكان كنت حابب هالشغلة كتير وساويتها يعني ونجحت فيها الحمد لله، عرفتي كيف؟ أي فكان هذا التاريخ كتير حلو. مناسبة زواج ابني. عيد زواجي لأنه كان لحظة مهمة بحياتي. تمام. التاريخ اللي تعرفت على هالين خطيبتي يعني. شو هو التاريخ؟ كان ب 14/5/2018. امبارح، تاريخ امبارح على الحريق اللي صار. اي ما في غير هيك، اصعب من هيك تاريخ فيه ليش؟ ما في. امبارح كان أسوأ يوم بمر بحياتنا كلها، على الكل مو بس احنا، يمكن على الشعب السوري كله. الحرائق اللي صارت يعني شيء زعلنا كثير، يعني كل محصولنا، كل محصول الزيتون، كل شيء راح. يعني عم نستنى الأخبار الحلوة والمبشرة بالرغم من كل الوجع يلي عم نعيشه بسبب موجة الحرائق الضخمة بمحافظات اللاذقية طرطوس وحمص، إلا أن السوريين بيعرفوا يخلقوا حياة من تحت الرماد، وأخبار المبادرات الأهلية يلي عم تصير لدعم أهلنا المتضررين بتكبر القلب. من كل المحافظات هرع السوريين لفتح بيوتهم بتقديم المساعدات اللي بيقدروا عليها لأهالينا المتضررين. كيف عم يكون وضع أهلنا باللاذقية اليوم؟ وإلى أي حد المبادرات الأهلية عم تكون نتائجها فعالة على أرض الواقع، إن كان بتقديم الدعم والإغاثة وأيضا على الصعيد الإنساني والاجتماعي يلي عم نلمس فيه حالة حلوة؟
كل هالتفاصيل وغيرها رح يطلعنا عليها مراسلنا باللاذقية مراسل قناة سما باسم عباس يلي صار معنا عبر الهاتف مباشرة. صباح الخير. يسعد صباحك باسم. صباح الخير لك ورد وإلك نور. صباح الخير لكل مشاهدي قناة سما الفضائية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا باسم. طمنا عن أهل اللاذقية وأكيد هلأ عم نسمع أخبار مبشرة، يا ريت تخبرنا شو الأخبار الحلوة الموجودة عندك يلي راح تطمنا وتطمن كل المشاهدين. نعم، يعني أنا كثير كثير سعيد أنه عبر هالشاشة الكريمة وعبر برنامجكم الكريم أنه زفت البشرة بأنه تم إخماد جميع الحرائق في محافظة اللاذقية. يعني اليوم صباحا انتصر ألف الحمد لله، انتصر رجال الجيش العربي السوري ورجال الإطفاء ورجال الزراعة والأهالي على 95 حريقا كان اندلع في محافظة اللاذقية الأيام الماضية. صحيح يعني أنه راحت أرزاق الناس، وصحيح أنه اليوم هيدي المعركة النارية كانت معركة أخرى، يعني لأن هي حصدت أرواح، حصدت لك أرواح وحصدت عدد كبير من أرزاق الناس، ولكن الحمد لله رب العالمين تم تطويق النار وأخماد بشكل كامل، ولم تبقى إلا بعض البؤر القليلة التي المطوقة من قبل هؤلاء الرجال. بالنسبة للمبادرات، يعني كان هناك مبادرات خيرية ورد ونور، يعني كانت كثير كثير حلوة وكثير صادقة ونابعة من القلب. هيدي المبادرات يعني على سبيل المثال أهالي بسوت، قرية بسوت، حاوطت النيران لقرية بسوت من كل منطقة، أهالي القرداحة مباشرة غبوا إلى بسوت بسياراتهم وبآلياتهم وجمعوا أهالي بسوط يعني أجلوهم إلى منازلهم وإلى قريتهم. يعني هذا الموقف الجميل، هذا يعني حفز الجهات المسؤولة. يعني أمس لم نرى الجهات المسؤولة قامت بهذا الإجراء، وإنما الأهالي هم أقرب. تمام. يعني الجار تمام. الجار أقرب من المسؤول. هاي طبيعة السوريين وين ما رحنا وين ما إجينا، يعني إغاثة الملهوف، وأصلا عم نغيث حالنا نحنا لما الضيعة مثلا الضيعة اللي جنبها تضررت فورا احتووا أهلية ونساء وأطفالة، ومثل ما ذكرت القرداحة ما بتأثر أبدا، وأيضا مدينة جبلة وأيضا مدينة اللاذقية. حتى مدينة جبلة يعني مئات الشباب أمنوني أنه هذه مفاتيح منازلنا، لأي محتاج مباشرة منازلنا مفتوحة. أهالي اللاذقية صار تجمع على دوار الزراعة منذ اليوم الأول من الحريق، تجمع كبير للشباب ينتظرون من هو ملهوف لنأتي به إلى بيتنا، من هو بحاجة إلى أي شيء لحتى نقدم له أي شيء. يعني أمس كانت لوحة سورية جميلة، يعني ليست غريبة عن السوريين، يعني نحن بتعرف ورد، يعني نحن فتحنا قلبنا وفتحنا بيوتنا لأهلنا العرب، فما بالك أبناء الضياع وأبناء المحافظات الأخرى. تماما. الله يحميكم يا رب ويحمي رجال الإطفاء وأكيد رجال الدفاع المدني، وأكيد أيوة. كمان بدنا نقول تحية كبيرة لكل أهل اللاذقية، طرطوس، نعم. حمص، الساحل السوري جميعا، يعني الله يعوضكم نعم. يا رب، يعني ويشيل هالغمة السوداء عنكم ويحمل معكم، وأكيد نبعت تحية لكل الأشخاص يلي فتحوا بيوتهم لحتى يساعدوا كل الأشخاص والناس المنكوبين. شكرا كثير لك باسم عباس مراسل قناة سما في اللاذقية، والله يحميك أنت بالذات كمان لأنه أنت على الخط الأول عم تكون ومواكب للمستجدات اللي عم تصير على أرض الواقع، وخلال النهار أكيد لك مداخلات مع زملائنا بقسم السياسة والأخبار. شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية. وأكيد مشاهدين بدنا نتمنى كل الصحة والسلامة لكل أهلنا بالمناطق وبكل سوريا. هلأ رياضة الصباح صار جاهزة، تابعوها معنا. يسعد صباحكم، معكم الكوتش جينار من أبتان سبورت أكاديمي. اليوم حناخد تمارين للمبتدئين أو يلي قطعوا تمرينهم فترة منيحة، أو حتى إذا حاسين بتعب فينا نبدأ بهاي التمارين. حبلش أنا بالتحماية فوق أب أند داون لمدة 5 دقائق، بعدها بنبدأ دغري بأول تمرين. حبلش أنا دغري بأول تمرين ستيب لفوق، نرجع بالرجل الثانية بنطلع وننزل. إذن أب، حنعمل لفة صغيرة للخواصر بنرجع بننزل. 2 3 عم نشغل الخواصر وأيضا الرجلين. 7 last one وحانزل. انتو حتعملوا 20 عدة، انا رح روح دغري على الطرف الاخر up and down. نرفع رجلي لفوق
90 درجة 90 9 and last one 10 حريح ولا رح أخذ وزن صغير أو إذا ماني حابة أخذ وزن ما رح أستخدمه هنطلع بس خطوتين لفوق من هون حنرفع نرجع ننزل هلأ حنزود أيضا نرفع حننزل سكوا بالطلع نطلع لفوق نرجع ننزل بس حتكون الحركة شوي أسرع التمارين بكامل الجسم رتم خفيف نعمل احنا 20 انا عم بعمل 10 كلمات الوقت هروح التمرين يلي بعده حنشغل بايسبس كتاف وايضا الترايسبس حنطلع لفوق اب ننزل لتحت هذا التمرين كتير مفضل بالنسبة لي لانه عم نشغل 3 عضلات مع بعض وغير هيك عم يعطيني توازن وشكل حلو للجسم آخر عدتين last one هلا حريح هنزل الوزن لتحت هنستخدم الستيب أو إذا ما عندي أي شيء عالي فوق مستوى الأرض فيني ما استخدمه هناخده شوي على جنب هلا من هون هنعمل بلانك أوكي هناخد in and out ولكن على السريع نشد بطني 10 وبريك هنرجع نطلع ونعيد التمرين مره ثانيه لحتى تستوعبوه اكثر حيكون الرجل ان اند اوت جسمي مادته كامل لورا ان اوت ان اوت اسرع مع جنب وبريك هناخذ نفس هلا التمرين يلي بعده حيكون على الارض ايضا حيكون بلان حمد جسمي حنمس الستيب لفوق نرجع ننزل وبنريح اخر تمرين حنشتغل هو عليه للمعده ايضا حنحتاج الستيب او على الكنبة فيني اعمله ما في اي مشكلة حاقعد على اخر الستيب ايدي ورا بشد ظهري ايضا لورا حمد رجلي لقدام حارفعهم عن مستوى الارض حاليا وضم بفرد جزئي العلوي والسفلي ايضا بنجمعهم مع بعضهم وبنفرد واخر عدة هيك بنكون خلصنا تماريننا اليوم نشوفكم بالحلقات الجاية الموسيقى أو الأغاني بشكل عام هي نوع من أنواع الفن يلي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا وشو يلي بيخلي هالنوع من الفن غذاء للروح وشو يلي بيعطيه وبيميزه ليكون له هذا التأثير على عواطفنا ومشاعرنا رح نحكي أكثر بهالموضوع بالتفاصيل يلي تناولتها الدراسات من الناحية العلمية مع ورد تفضل يا ورد شكرا يا نور فعلا مشاهدينا مثل ما ذكرنا ببداية حلقتنا الموسيقى تأثير جدا كبير على النفسية خاصة بظل الأزمات أو بظل التوتر علميا الموسيقى بتحفز منطقة بالدماغ اسمها جذع الدماغ المنطقة هي مسؤولة ومرتبطة بالقلب والجهاز التنفسي وبتتحكم بشكل كبير بحالتنا الجسدية والنفسية مثلا وقت نسمع موسيقى فيها حيوية من حس بالسعادة والجسم بيتحرك لا إراديا ولا شعوريا ليجاري النغمات أو الموسيقى الهادية فبتدعينا للاسترخاء وهذا كمان بيفسر تسرع دقات قلب الجنين وزيادة حركته داخل الرحم لما يسمع موسيقى صاخبة
واحد دقات بتهدى مع سماعه للحن الهادي. أما من الناحية النفسية فالأغاني ممكن تأثر علينا إذا كانت مرتبطة بحدث حلو مر بحياتنا، وممكن أيضا أنه ننزعج من نغمة أو صوت معين لأنه بيذكرنا بشيء ما بنحبه، مثلا لما نسمع الرنة يلي بنستخدمها عادة كمنبه لنصحى بساعات الصباح الباكرة. وتفسير الثاني بيقول أنه الرتم الموجود بالموسيقى سواء كان سريع أو بطيء هو يلي بيوحلنا بالشعور يلي لازم نحسه، إن كانت كلمات الأغنية سعيدة أم حزينة، ولكن مجرد نسمع هذا الرتم يا منرتاح يا أما مننزعج. بهالفيديو اللي رح نشوفه مع بعض على الشاشة رح نسمع كيف ألحان مختلفة ممكن تعطينا أحاسيس ومشاعر بتختلف عن بعض البعض. يعني من هالأشواك المؤنثة واللي بيعرفوا بعلم الصوتيات الفريمات الوحدة اللي بتمر بكل ثانية بأسمها 24 أو 36 فريم، منعرف قديش نحن مندمن على نوع معين من الموسيقى وممكن نحتار وما نعرف ليش. وطبعا كل حدا فينا بفضل نوع معين من الموسيقى بفضلها عن غيره، فالذوق الشخصي بيظهر بشكل واضح بهالمسألة. وأكيد حبك لنوع معين من الموسيقى ممكن يتغير مع تغير الزمن، مثل ما منحب أكلة معينة وبعدين ما منحبها، إلا أنه العديد من الدراسات والأبحاث كشفت بأنه تفضيل فئات خاصة من الموسيقى على المدى الطويل يقول الكثير عن شخصيتك وبيكشف أسرارها. ومنتابع بهالإنفوغراف كثير من التفاصيل يلي ممكن تعطينا حقائق عن الموسيقى وكيف ممكن نفضلها. فعلا علماء النفس بيصنفوا الشخصيات والأطباء النفسيين حسب الموسيقى اللي بنسمعها أو اللي بنفضلها. على الرغم من اختلاف أذواقنا الموسيقية إلا أنه فينا نتفق أنه الموسيقى صارت روتين يومي وشيء بيجيب لنا السعادة والفرح، ومثل أي نوع من الفنون بتحمل مع شوية حقائق غريبة. دراسة يمكن شوي صادمة كشفت أنه الاستمتاع أو الاستماع للأغاني يلي بتحوي على لحن أو كلمات حزينة بتحفز الاضطرابات النفسية أو الاكتئاب، وحتى الأغاني الصاخبة بتهدي الأعصاب وبتفرغ طاقات التوتر والغضب، على العكس اللي كنا مفكرينه أنه الأغاني الصاخبة بتزيد الحماس أو بتوترنا زيادة عن اللزوم. وأحياناً ممكن يحب البعض يشغل أغاني الموسيقى الهادية وهو عم يشتغل أو يدرس وبيفكر أنه رح تساعده على الهدوء والقعدة والتركيز، ولكن يا عزيزي
هالشيء ممكن يكون منفي من قبل دراسة أجرتها جامعة ويلز يلي كشفت بأنه الاستماع للموسيقى أثناء تأدية مهام معينة تتطلب تركيز للموسيقى وليس للدرس اللي عم تدرسه، والاستذكار بيكون ضعيف بهالحالة ويضعف بشدة عملية استرجاع المعلومات أو استعادتها. ووحدة من الأمور المزعجة شوي بالأغاني أنه ممكن نحن وعم ندرس يعلق مقطع من هالغنية بدماغنا ونصير نحن وعم نكتب بالفحص يتكرر هالمقطع وينعاد. هالظاهرة بتصير كتير وإلى سبب علمي أكيد وراءها، وسموه العلماء بمتلازمة دودة الأذن. نتعرف عليها بهالتقرير. من دون سابق إنذار وأحياناً بأوقات مو كتير مناسبة تجي وما عاد بتروح. إيه تماماً، هو هاد المقطع من الغنية يلي منضل نعيد ونكرر فيه لحتى نعصب بالأخير. هالظاهرة حيرت الباحثين كونها شائعة جداً، فأكثر من 91% من الأشخاص بيعانوا منها مرة واحدة على الأقل بالأسبوع، وأطلقوا عليها اسم دودة الأذن. شو هي أسبابها؟ السبب الشائع لها هو الاستماع المفرط لغنية معينة وتكرارها، فمعدل الإصابة بدودة الأذن تتناسب طرداً بالاحتكاك بالموسيقى. لهيك الأشخاص يلي بيشتغلوا بمجال الموسيقى أو بالإذاعة هن أكثر عرضة للإصابة. ممكن تكون رؤية أي صورة أو قراءتك لأي كلمة فيها أدنى ارتباط بأغنية معينة سبب لاستعادتها من ذاكرتك طويلة المدى لتشغل حيز لا بأس فيه من تفكيرك. أما إذا بدنا نعرف ليه بتجي هالدودة وبتعلق معنا الأغاني بوقت بنكون فيها من حل أسئلة الفحص، فهو بكل بساطة لأنه بتحب تجي بوقت بنكون فيه تحت ضغط وبموقف بيتطلب منا كافة الانتباه والتركيز. وبأغلب الأوقات الغنية اللي بتعلق معنا بهيك وقت بتكون غنية مو كتير معروفة عنا أو بلغة غير لغتنا الأم، فلهيك بتترك فحصك وبتصير تفكر شو كملت الغنية؟ الأهم من هاد كله هو كيف فينا نتخلص من دودة الأذن. في حلين، الأول إنك تتفاعل مع الغنية العلقانة براسك وتعيدها كم مرة حتى تمل منها وتنساها، والتاني هو إنك تجبر حالك تغني أغنية بكلمات ولحن مختلف تماماً لتشتت تفكيرك عن الأغنية الأولى. وبشكل عام تجنب الاستماع للموسيقى والأغاني قبل النوم وقبل الفحص. You're watching Little Town, a show about all things little. Little houses, little problems, little forest creatures with a huge production budget. Yeah, that's stupid. مثل ما شفنا مشاهدينا، إذن الموسيقى هي غذاء الروح مثل ما بيسموها، ومثل ما بنعرف يا نور أيضا إنه الموسيقى كمان لغة التواصل بين الشعوب والمجتمعات. ممكن نختلف بالحكي ولكن نتفق على لحن معين وعلى موسيقى معينة. أكيد، وأكيد بعندكم علم لليوم رح نحكي عن أهمية الموسيقى يلي بترجع بالدرجة الأولى لكونها لغة عالمية وقادرة توصل رسائل بكتير قضايا إنسانية مثلا حقوق الفتيات حول العالم. 11 تشرين الأول من كل عام هو اليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة، وهو مناسبة دولية أعلنتها الأمم المتحدة. تفاصيل أكثر بعندكم علم. رغم كل الظروف اللي عم نعيشها بنحتاج لدفعات من الامل. بنحاول بصباح الخير على قناه سما نعطيكم اياها، ومدام نجله قباني بالفقره الاخيره بتكون مسك الختام لتعطينا هيك جرعه تفاؤل. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا نور. صباح الخير لكم، يا رب يحمي هاي البلد بارضها بسماها بوديانها وجبالها وشجرها. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. طبعا اليوم 11 تشرين الاول، يعني المشتري كوكب الحظوظ السعيده الى جانب زحل، اثنين عم يتقدموا في برج الجدي، عطارد يتقدم في برج العقرب لآخر يوم. ابتداء من بكرة أنا بقول رح يبلش تراجع عطارد في برج العقرب. المريخ مكمل تراجع في برج الحمل وهو كوكب ناري أو برج ناري إذا أنتم ملاحظين، والزهرة ما زالت في برج العذراء.
أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي عم يشرح مواقفه بمنطق مفهوم اليوم. يوم فيه أجواء مشجعة أفضل بكتير من الكم يوم اللي راحوا. مولود برج الحمل عم يسعد لمواهب، عم يسعد لأفراح شخصية، عم يبذل الجهود ليرتب أموره وعم بيعبر عن ذاته عموما. مولود برج الثور لست في حالتك الأفضل، وصدقني الحكاية كتير بدها ذكاء ولطف اليوم، لأنه أنت اليوم أميل للتحكم بالآخرين، أميل أنه يكون عندك قرارات مفاجئة. حاول تقرأ المواقف بموضوعية، تكون أهدأ مولود برج الثور، وتذكر أنه الناس اللي حواليك أصلاً هن مصدر سعادتك. مولود برج الجوزاء اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة بحركة، بنشاط، بفرص ممكن تلتقطها، بتبذل جهود لترتب أمورك، دنيا جديدة كأنك تدخل أو هم يزول. مولود برج السرطان غالباً عم بيناقش ببعض الأمور المالية. أنا بظن شيء مستقبلي وليس آني، يعني مو قدي صرفت قدي، لا أنت عم تناقش بقصة مستقبلية، يمكن العلاقة بارتباط، العلاقة بعقار، العلاقة بنوع من أنواع التغييرات. على كل مولود برج السرطان انتبه اليوم للضروريات والأولويات. مولود برج الأسد اليوم الأمور العلاقة بحظوظ إيجابية حواليك، الأجواء حواليك مشجعة، أنت عم توضح مشاعرك، أنت بالشهر الأفضل لكل ما يتعلق بالأمور العامة، مع أنه لازم تنتبه مالياً عملياً، هون مصدر التعب خلال 15 يوم الماضي الجيد، خاصة بتراجع عطارد. بس اليوم عم تسترجع علاقات سابقة، ربما تفكر بسفر أو لقاء. مولود برج العذراء كسول أو ميال للتعب اليوم، يوم للنميمة بامتياز، يوم للأخذ والعطاء أو النقاشات اللي شوي فارغة، وأحياناً بيكون يوم لتشوف منام ما كتير مريح. إذا على بالك ما بعرف اليوم ما تلوم محيطك عموماً لأنه ما كتير عم بيتفهموك، حاول تشرح وجهة نظرك، غالباً مولود برج العذراء كئيب اليوم. مولود برج الميزان يوم اجتماعي بامتياز، تعقد صداقات جديدة أو نازل عسوق أو عندك نوع من أنواع التعارف، سهر، خروج مع رفقة أصدقاء، يعني أنا بظن هاي الأيام لتجمعات أو للتعارف على أصدقاء جدد أو في شيء له علاقة بثقة فيك وبمحيطك، يعني اليوم يوم جيد على المستوى الشخصي والعاطفي للميزان. مولود برج العقرب أنت أكثرنا تعبا، وكتير تمسك اليوم بأنه هيك تمنح محبة للآخرين أو تكون لبق أو لطيف أو دبلوماسي. ردود فعلك اليوم عم تكون عصبية، ما رح أنكر أنه المحيط اليوم ضاغط قليلا، في نوع من أنواع الاستفزازات أو المضايقات أو الأخذ والعطاء، يعني اليوم في مواقف غير مقبولة بالنسبة لك حواليك، فلا تكون عصبيا، العصبية بهاي اليومين ما رح تجيب لك نتائج. مولود برج القوس أنت أكثر نضج وأكثر التزام، ويوم جيد لتعمل على تحسين وضعك سواء مهنيا، تبدو متمالكا لأعصابك، هادئا، اتصال أو دعوة أو سؤال أو ممكن تلاقي حلول لمشاكلك. على كل أحوال أنا برأيي استفيد من هاليومين الحلوين قبل ما يبلش تراجع وطارد ويبلش يحمل لك نوع من أنواع المضايقات، خاصة عمليا عاطفيا. مولود برج الجدي اليوم الأمور أخذ طابع قضية عم تشغلك يمكن، أو تصرفات العلاقة بمصالحات أو لقاءات، مبسوط بمن حولك، بمدح يمكن، أو بأنك تكون مركز للعواطف الإيجابية، دعوة أو سفر إذا وضعك يسمح، أو أمور شخصية ممكن تكون إيجابية. مولود برج الدلو لست في حالتك الأفضل، والسبب هي حساسيتك اللي أكثر من اللازم اليوم. إذا في شيء تأخر عم تكون عصبي بشكل مفاجئ، أو إذا حدا حكى له شيء كلمة ما أنا كتير منطقية، يمكن بعض التأجيل كمان تأخير، قلل كلامك واستنى إنك تحصد ما زرعت. يعني نحن بنزرع على مدى الأيام علاقات وبيشيلونا بالأيام أو بيدعمونا بالأيام، ما تكون مستعجل اليوم مولود برج الدلو. الحوت عنده 100,000 قصة، منهم التعب الصحي ممكن يكون شاغله اليوم، التعب الصحي العابر، نوع من أنواع الضغط، وجع أرجل، وجع مفاصل، وارد يكون عنده هيك قصة. هلأ ما تنشغل بأشياء ما أنا كتير ضرورية، اليوم عم تبحث عن تغيير أو عن هدف ربما، بس أنه ما أظن بحثك مجدي، المجدي أكتر أنك تخلص عملك اليوم، لأنه أمورك العملية العلاقة اليوم بالانشغالات. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 11 تشرين الأول،
مولود ناجح بالأعمال الفنية والفكرية، ينجح في أعمال التجارة، محبوب من الآخرين، نشيط، صاحب حركة تميزه عموماً، قادر على أنه يفسر أموره، مولود موهوب، صديق صدوق لأصدقائه، ما بيعرف الكراهية، عنده صفاء نية على كل الأحوال، بيحب الحرية إله ولمن حوله عموماً، من الأشخاص اللي بيفتش عن نفسه بكل موقع أو مطرح. طبعاً السنة إله أمور تتحسن، رفاهية متوفرة، سلطة للتحرك، أنا بظن في شيء إيجابي ممكن يكون على صعيد علاقات، تواصل، جديد عملي ربما، أو نوع من أنواع الترقية. أسماء العبيد مواليدة 2003، أمورك العاطفية ضمن إطار الجيد، هلأ يمكن 12 حيكون أفضل يا أسماء. ريم القواريط، قالك بعتيلي مواليد مفصلة يا ريم، يسعد صباحك. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ودائما حاولوا تكون رسائلكم فيها يوم وشهر وسنة واسم، يسعد صباحك. هاي أهم شيء يا مدام، شكرا كثير لك. رح نروح مع الكاميرا فورا لعند الشيف حسن ونشوف طبق شيخ المحشي كيف قدمه بطريقته. تفضل يا شيخ. شكرا ورد، شكرا نور. هلا هي بعد ما حطينا الرز وحشينا الكوسة وسشوينا اللبن، حطينا الكوسة بوسط اللبن، قلبناهم شي 4-5 دقائق وصبيناهم بهالشكل هذا، والف صحة وهنا، وحطينا التقلاية فوق منهم. الله يسلم ايديك يا شيف، يعطيك الف عافية، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك شيف حسن. وأكيد مشاهدينا الشكر الأكبر لكم لمتابعتكم اليومية لنا. بتجدد موعدنا معكم بكرة، تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير، وإن شاء الله الخير اللي بلشنا نسمعه اليوم بإطفاء الحرائق السورية يكمل لبكرة، ويكون بكرة أفضل من كل شيء راح. ضلوا بخير.